التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. يسير شوطنا ايضا، شوطنا الثالث او هذا شوطنا الرابع الثالث نعم، في جميع اشواط هذا اليوم لسباق الحلبة والخاص بالابكار مباشرة الى المقدمة والى الصدارة الى المركز الاول في هذه اللحظات. بصمة محمد بن احمد بن سيف بن غيث المري على مقدمة الشوط، راعي الحريثي يتقدم الى المركز الاول، بينما في المركز الثاني يتابع الوصول من قبل النشمية سيف بن علي بن عناد الخاطري، بينما في المركز الثالث اشوف ملوله راشد بن ناصر بن راشد اليابري، بينما اتابع اللي على المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من الشاهينيه راشد بن سالم بن مطر بن حاتي الكتبيه، المركز الخامس طبيه حمد بن سعيد بن حمد المدوشي، لكن نعود الى مقدمه الشوط، العوده الى النشمي النشميه مسيطره، سيف بن علي بن عناد الخاطري يتقدم الى المركز الاول، يسير الى الفوز والى الانتصار ما شاء الله. يضيف النقطة الثانية في صباح هذا اليوم، تنحسب لهذا الشعار، شوف الانفراد، شوف التحدي مع النشمية، سيف بن علي بن عناد بن عبيد الخاطري، سلام لراس الخيمة، سلام لميدان السوان، الله تحية لأهل السوان، على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني والثالث والرابع دخول جماعي، نتركه لاعضاء لجنة خط النهاية. عودة للتوقيت الزمني دقيقتين 15 ثانية، تهانينا والناموس لبن عناد سيف بن علي بن عناد الخاطري على انتزاعه لناموس هذا الشوط.